لقد حققتم المصالحة بعد الحرب من خلال بناء كنائسكم ومنازلكم، وضمنتم الوطن بوحدتكم لا سيما في إقليم الخروب. بهذه العبارات استهل البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي زيارته الرعوية إلى قرى وبلدات في إقليم الخروب. رافقه مطران صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار، مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، المونسنيور مارون كيوان، ورئيس بلدية جدرة الأب جوزيف الأزي والأب الياس الأسمر. المحطة الأولى كانت في بلدة ظهر المغارة، تبعتها محطة ثانية في بلدة الدبية، حيث زار كنيسة مارمارون عند مدخل الدبية الغربي وترأس صلاة بالمناسبة. وكان في استقباله رئيس البلدية وأعضاء مجلسي البلدي والاختياري والأهالي، وقد رحب كاهن البلدة الأب إغناطيوس داغر بالبطريرك الراعي على أرض الدبية. بعدها زار الراعي والوفد المرافق والنواب كنيسة مار يوسف القديمة والتاريخية في بلدة الدبية وسط البلدة. وفي الكنيسة ألقى الأب إغناطيوس داغر كلمة ترحيبية، تلاها كلمة باسم أهالي الدبية ألقاها الدكتور مارون البستاني، أكد فيها أننا كنا بأمس الحاجة إلى هذه الزيارة إلى بلدة العلم والأدب، فأنتم بالنسبة للرعية تشكلون الأمل الأخير لرعية قاست الكثير خلال فترة التهجير. كما تليت العديد من الكلمات التي وصفت زيارة البطريرك الراعي بعيد الأعياد. ثم تحدث البطريرك الراعي شاكرا أهالي الدبية على هذه اللفتة الكريمة قائلا: لأول مرة بيجي هيك بخشوع دخلت إلى الدبية، أنا بدي حييكم. وفي اليوم الثاني لزيارته الرعوية إلى قرى وبلدات في أقليم الخروب، استهل البطريرك الراعي المحطة الأولى بلقاء مع أهالي بعصير وحارة بعصير في منزل حسن بيك القعقور. وتحدث البطريرك الراعي من هناك قائلا: نحن اليوم نجدد هذا الالتزام، نحفر في قلوبنا كما في ذاكرتنا معاني النشيد الوطني لكي نعيشه حقا بكل أبعاده العائلية والاجتماعية والوطنية، ولكي نترجمه في عملنا السياسي والوطني. شركة ومحبة، أنا اخترت هذا الشعار لخدمة البطريركية سنة 2011 لأنني شعرت، وهذا إيماني العميق، أن قيمة لبنان بمكوناته المتنوعة. هذه هي الشركة، ما يعني أننا في بنيان هذا الوطن كل واحد منا يشكل حجرا لا يمكن أن نستغنى عنه، وإذا شئتم فسيفساء، لا يمكن أن ننتزع ولو حجر صغير من الفسيفساء. واستكمل البطريرك الراعي جولته في الأقليم من بلدة بعصير إلى بلدة مرج برجة، ومن ثم إلى بلدة المعنية، حيث ألقى كلمة شدد فيها على قوة وصبر الشعب اللبناني الذي عانى الحروب والتشرد واعتبرها غيمة صيف. ودعا من هناك جميع المسؤولين إلى أن يعيشوا مثل الشعب اللبناني ويتجاوزوا غيوم الصيف. بعد ذلك توجه الراعي إلى بلدة جدرة، حيث أقيم له استقبال حاشد أمام كنيسة موجرجس، ثم ترأس قداسا احتفاليا بمناسبة اختتام زيارته الرعوية لمنطقة أقليم الخروب، وأطلق من هناك جملة مواقف كنسية ووطنية. مسيحيين ومسلمين، نحملهم بصلاتنا، وما حضوركم المميز إلا دعوة لأن نحملهم كلهم هنا أمام الله على هذا المذبح المقدس. نشكر الله على اليومين الغنيين بنعم الله وبركاته، غنيين بمعرفة أبناء هذه البلدات والقرى، غنيين بما رأينا وسمعنا ولمسنا لمس اليد من قيم وطنية وأخلاقية وروحية، لمسنا وعشنا، ونشكر الرب على كل ذلك. كيف عدتم فاستعدتم المسيرة الجديدة بعد مأساة الحرب اللبنانية وموجات التهجير، فأعدتم بناء هذه المصالحة الوطنية الجبل، تبنونها يوما بعد يوم حجرا فوق حجر، ليس فقط في حياتكم الخاصة ولكن في إعادة بناء بيوتكم وكنائسكم وأنديتكم وأماكنكم العامة.
ويمكن القول إن زيارة البطريرك الراعي هي زيارة تاريخية أكدت على صون العيش المشترك في الأقليم وكل لبنان، انطلاقا من دوره الوطني الجامع ومن موقعه في البطريركية المارونية.